السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين من 11 دوائر التيار المتردد، المسألة 35. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية، فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيوم. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. تم شحن مكثف سعته 2 ميكرو فاراد بالكامل من خلال توصيله ببطارية جهدها 12 فولت كما في الرسم. يعني في الأول وشحن المكثف ثم فصلنا البطارية، ثم تم توصيل المكثف المشحون بالكامل على التوالي بمقاوم ومحس. مكثف، مقاوم، محس، أي المقاوم هذا المحس، حيث R تساوي 50 أوم و L تساوي 0.2 هنري. احسب التردد المتخامد للدائرة الناتجة، لذلك جبت لك هالمعادلات. التردد اللي هو F تساوي له التردد الزاوي على 2 باي. التردد الزاوي لهذه الدائرة التي تحوي على مكثف ومحس ومقاومة تعطى بهذه المعادلة، حيث أوميجا صفر هذه عبارة عن 1 على جذر ال LC، للتربيع بصير 1 على LC سالب R على 2 L للتربيع على 2 باي. عوض وحسب يطلع عندك هذا الجواب. في رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.